UNFM 91.2. ولد أينشتاين في 14 مارس 1879 في مدينة بلم الألمانية. الحاج أينشتاين كان يبيع فريش اللي يتحط في المخادد، وكيف الخدمة ضربها الكساد بطل الخدمة وحل ورشة صغيرة يصنع فيها الأدوات الكهربائية هو ومرته. أينشتاين موصل لنطق وحل فمه، كان وقت عمره 3 سنين، وكان من صغرة مهتم بالطبيعة. ورغم اللي هو من أصل يهودي، أينشتاين دخل المدرسة كاثوليكية. ممكن هذا هو الشيء اللي خلاه ينطق. أول ما تعلمه كان العزف على الكمانجا. في عمره 5 سنين الحاج أينشتاين عطاه بوصلة، يا أخي ركز معها أينشتاين وعرف اللي فما قوة تحرك في الإبرة متاعها. أينشتاين كان حشام برشا، الشيء اللي خلاه يدوب الفلمات. وقتها اتدخلوا زوز عمامه وقالوا للحاج أينشتاين سيبونا تونا تلاولك بيه. الحق متاع ربي عمامه فرحوا بيه، شاروا الكتب بالسيونس ومات تعلق بيهم، لكن يا فرحة ما تمت. تتفكروا كيف قلت لكم اللي الحاج أينشتاين حل ورشة متاع صناعة الأدوات الكهربائية؟ الورشة هذه ضربها الكساد زادة وفلس الحاج أينشتاين وحرق لإيطاليا. ماني مان ماني يا روما، ماني مان ماني يا يما. تعرفوا المثل اللي يقول مصائب قوم عند قوم فوائده؟ الفلسة هذه رجعت على صاحبنا أينشتاين بالمنفعة، اللي طار بالفرحة خاطره باش يخرج من المدرسة اللي معرف فيها كان الكبي والكبس. بعد عام قرر أينشتاين أنه ياخذ قرار كيفاش باش يعدي حكايته. أخي بطل من القراية في مدينة أروى السويسرية وتقدم بمطلب للمعهد الاتحاد السويسري اختصاص تكنيك. المطلب تقبل وصاحبنا الشيخ غديك بالطريقة متاع التعليم، عدى الامتحانات وتخرج منها عام 1900، لكن الأساتذة متاعه مرشحوش باش يدخل الفاك. الفترة هذيك فما رافل في ألمانيا. أينشتاين طيش أوراقه الرسمية الألمانية باش ما يعديش عامه، الشيء اللي خلاه ما غير حتى وثيقة تثبت الهوية متاعه. بعد بفترة تلاقى صاحبنا مع ميلاذا ماريكا، زميلته الصربية اللي طيحته على راسه وحبها. بعد بعام جاب من صاحبته طفلة سماها لسيريل. بعد بخمسة سنين ترقى أينشتاين في خدمته، وبعد بعامين بالضبط في 1908 خذ إجازة ليلقى المحاضرات وجاب الطفل الثاني في 1910 واللي سماه إدوارد. بعد 9 سنين صارت مشاكل مع أينشتاين ومرته، الشيء اللي خلاه يطلقها ومشى يعمل زواج تقليدي هو وبنت عمه. إلى يومنا هذا حتى حد ما يعرف أي خبر على بنت أينشتاين غير شرعية. البعض يقول أنها ماتت وهي بيبي، والبعض يقول أنه فما عائلة تبناتها. الحقيقة ما نجم نعرفوها كان عن سي علاء. بالنسبة لزوز ولاده الأخرين، واحد منهم مرض بانفصام في الشخصية ومات، والثاني واللي هو الوحيد اللي تبقى طلع دكتور في جامعة. في الوقت اللي أينشتاين مستقر في ألمانيا شد الرئاسة أدولف هتلر. أكيد تتفكروا كيف قلت لكم اللي صاحبنا أينشتاين يهودي، وهتلر واليهود تمام أصحاب. قلقوه برشا في خدمته في حياته الشخصية، ياخي خلاها لهم واسعة وعريضة وسافر لأمريكا اللي أعطته إقامة وأعطته خدمة. بالبونتو في الألمان مشى أينشتاين كتب رسالة لرئيس الأمريكي وقتها روزفلت وقال له برسنا على القنبلة الذرية، راهم الألمان مش يصنعوها قبلك. في 1940 ولا أينشتاين مواطن أمريكي، لكنه احتفظ بجنسيته السويسرية. أينشتاين عمل عديد النظريات وأهم نظرية النسبية، وفي عام 1955
صاحب لامانة هزماته. توفى أينشتاين وتم حرق الجثمان متاعه في نيوجيرسي، ونثروا الرماد متاعه في بلاصة التو لا يعرفها حتى حد. لكن الطبيب الشرعي اللي شرحه احتفظ بدماغ أينشتاين كسوفنير.